الكل والجمال والياسمين والحلاوه على كل مشاهدي الشاف ومفيده على قناه السي بي سي. منورنا واحنا مبسوطين عندنا نبقى موجودين معاكم. وانا طبعا النجم الاعظم الاوحد ذا كينج اوف ذا كيتشن، بس هو بيغير جدا من كلمه كوين اوف ذا كيتشن. شيف شربيني ازاي؟ صباح الهنا. سيب العصافير دي دلوقتي. حاضر. النهارده انت جايب لنا ايه؟ النهارده هنعمل سمان محشي. وهنعمل محشي زبيب. زبيب وبصل يعني، والطاول بتاعته حاجات كده حلوه كده تفتح النفس. يعني انت مش هتحشيه فراخ، قصدي رز. لا 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 لا، انت هتعمله حاجه مختلفه. طيب، وهنعمل كوسه. أيوة. محشيه بالفراخ. ايوه. وهنعمل بقى بناء على طلب طبعا الجماهير الكنافه بالمكسرات، وعندنا العصير، هنعمل لكم عصير فراوله بالكركديه. يعني كلها افتكاسات والله العظيم ماليش فيها علاقه، افتكاسات شربينيه بحته جدا جدا جدا. انت بتشكي في مقدراتي؟ انا؟ لا طبعا. امال متضايق ليه؟ لا بس انت هددتني. يعني انا قبل ما نطلع دلوقتي، قبل ما نطلع على الهوا، بقول له ايه رايك في البلوزه اللي انا لابساها كده وبتاع، بتعمل ايه بكره وبتاع ومش عارفه ايه، بقى ايه مشكلتك في البلوزه؟ عارفه زي الكيس الكيس بتاع اللوندري. مصري؟ دي صناعة مصرية على فكرة. أنا أحترم الصناعة المصرية. بس ذوق بقى معلش. مالها مش بص من ورا. زي كيس اللوندري عندنا. كيس اللوندري؟ عاملاها دكة. والله دي موضة جدا جدا جدا، بشكرك. معلش. إليت فاشن. معلش أنا فلاح بقى، معلش. لا بشوف لي جنطات كبيرة يا حبيبي. أنت صاحبتي، بس طبعا مش كل الناس هيفهموا الفاشن بطريقتنا. واحد شايف. أنت بتكلم مين؟ واحد شايف إن ده كيس لوندري، لكن إحنا شايفين إنها قصدك سلارج. ده كيس لوندري. انت خدت بتوعي، انا هجيب لك اكس لارج. انت طلبت مني وانا قلت لك لا. اتفضلي، ده عندك ميديوم برضه. لا استنى، انا مش معاكوا قلق بقى على الصبح بيتكوا هنا بقى ولا في مطبخكوا انتوا هنا؟ ما انا عامل ايه، انت ايدك اللي كبيره. هو انا عامل لها دايت كمان اخرى عشان كل بقى. جرب دي ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله خير. شوف لي قبل الاكس لارج يا ابني. جرب جرب جرب. اطلب لنا بقى واحد اكس لارج او روحوا جيبه من سفره، اكيد عندك. ان شاء الله خير. لا انت بس ايه واحدة بالراحة بالراحة. تلاقي شوية صابون. ايه اللي انت لابسه في ايدك ده؟ حظاظة دي؟ بسأل. حظاظة؟ لا بلوزة. لا حظاظة. حظاظة. الحظاظة دي مين جابها لك؟ ما عارف، أي حد بيديني حاجة باخدها. لا ما مش أي حد بيديك أي حاجة باخدها. معلش دي عشرة عمر، أنا عارفة كويس أوي. بص بقى، عارفة يا كلوز يا ابني، كلوز كلوز على الحظاظة. حظاظة شربيني. بص مش عايز يوريها. سيب ايدك يا بنتي. اهي الحظاظة. لا يعني يعني خلي بالكوا، هذا الرجل شياكة. يعني شياكة في نفسه. انتوا ما بتشوفوش بقى هو جاي بالقميص والبنطلون والحركات والصابوهات. كله صيني. ايه؟ ماشي. شوف إن انت قلت عليا ان انا لابسه كيس لوندري، انا هفتحها بعد هذا المجهود. حلو، انت مش قادر تفهم. مش الشبشب، انا بكلمك على البلوزه. انا ما قلتلكش. مش قادر تتخيل. معلش كل واحد معلش والفاظه. انا قلت كده، ده كيس لوندري عشان واسعه يعني، عشان رمضان. هو عشان رمضان انت بواسع؟ حركات بقى عربي وبتاع. ماشي خلاص، اللي انت شايفاه يا ست. ما انت اخر بتلبس اخر موضه. مين بيشتري لك لبسك؟ انا؟ والله انت بتعمل ايه اصلا واحنا بنتكلم؟ لسه ما ابتديناش. انا لسه ما عملناش حاجه. حطينا لون. بص حضرتك هنا. ده زبيب مع بصل يخني. يخني اللي هو بيتعمل ازاي؟ يعني حبه زبده على النار ومكعب ملح وحبه بصل، سيبهم مصفر كده، وعادي حبه زعتر فريش. بتحط له ميه؟ لا 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 اطلاقا. لا 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 اطلاقا. يعني ده بصل يخني. بصل وزعتر متكرمل. يعني متكرمل يعني حطيت عليه سكر؟ ممكن تديله معلقه سكر عشان تكرمله، خليه لونه براون كده. ماشي دي توابل حلوه عطريه كلها. قول لها. قول لي يعني زعتر. على فكره انت شايف، لازم تقول لي انت بتعمل ايه. انا بسال نفسي ليه. انا هقرا المقادير. بصوا يا جماعه، المقادير سمنه وبصل وزبيب وملح، فلفل اسود وبهارات. البهارات عباره عن ايه بقى؟ كمون وحبهان وطماطم وجوز الطيب وكرات وكرفس وجزر وورق لورا وزيت عباد شمس وثوم وزعتر وثوم بصي هنا بقى ايه؟ نيجي كده نروح حشينه. ده السمان ده انت جبته منين بقى؟ ما عندي بتاع سمان. على فكره ما بلاقيش سمان كتير في السوق. هو قليل، بس احنا عندنا ناس يعني البلبول اللي احنا جبناه من بورسعيد دوت، اللي جبناه من دمياط، موجود في مصر؟ لا.
هنا حبايبنا كده برضو زي ما بنقول لك الحاجات الواسعه دي. يعني كل واحد ايه وليه برضو جمهور حبايبه. الحاج مين بقى المره دي؟ الحاج طارق خميس برضو. الحاج طارق خميس هو بعت لنا كل ده مع البحور اصلا ده بقى معنين بلدي. يعني مش مستورد. ده السمان ده؟ ده جاي بقى، بس لازم نقعه في الخل لمده ساعتين قبل ما نطبخه. عشان زفر، لانه ما بيعيش على البحور بياكل اسماك. عشان كده زفر. انت بتعمل ايه بقى؟ بص بقى، لا انت من جوه ومن بره، حضرتك انت حشيتها من بره لازم جوه. انا حشيتها من جوه. بص يا باشا، هنا في فوارغ اهي. ده لازم تحشي. مش متفرغ معايا. انت مش فارغ. خلاص ما خدتش بالي. انت من جوه ومن بره. ايوه. طب انت انا هو طبعا طريقه جديده. لا هو يعني ده بيتعمل في الحمام، بس احنا عايزين نعمله في السمان. يعني هو الطريقه دي للحمام بس، بتبقى خد رز. ما انا بقول لك احنا النهارده بنجدد، يعني نجدد. بس انت بتعملها بافتكاسه مش تجديد. لازم. لا احنا مش بنجدد، احنا بنفتكس افتكاساتك انت. افتكاساتك يا بنتي لازم كل لمسات 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 افتكاسات. طيب افتكاسات زي ما انت عايز. مطبخ ده افتكاسك انت. ماشي. والله العظيم، يعني انا في حاجات ما بشوفهاش غير عندك. انت بتقعد تالف وتقعد تشوف وتستطعم حاجات. بص يا باشا، ده سبحان الله زي ما انت بتقعدي برضو كده اهو في الراديو وفي مسك الناس تغسليهم. انا تك 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 ليكي ليكي يعني ما شاء الله ليكي هيبه كده، ليكي ليكي شخصيه جامده. خرابي عليا. تخوف اللي قدام مني؟ انا بخاف اللي قدام مني قوي. طب كده كويس يا اللي مخوفاني. هات حلوه. انا اقدر اقول لا؟ انت فرقعتي امها. انا ما فرقعتش امها. يا خبر والله العظيم. لا تشوله اهي. والله العظيم. هاتي يا بنت، هاتي يا بنت، هاتي يا مستر. والله العظيم انت بتتريق عليا. قلت لها مش هتخل خشب. طب انا عايز اسال سؤال. انا اعمل ايه بقى في الدور الجاي بتاعي؟ الدور اللي جاي دلوقتي اولع لك النار. سيدك على البول حضر الحضر. لما انا مش ايديا مش وسخه. انا قصدك الكلابز اللي انت لابسها. طب انا هغيره. اعمل ايه بقى؟ اولع النار؟ النار مولعه، بس حط لنا شويه زيت بس. طولي بالك. اطول بالي؟ طيب انا ثانيه واحده. لنفترض يا ابني مش هتخله؟ خله هيجيبوها لك حالا دلوقتي. ايوه. انا كشخص ممكن احشي سمان ده رز. نسوي الرز. اتفضل. بس مش انت لا تحبذ ان السمان يتحشي رز. لا. انا بحس كده. لا. يعني السمان يبقى مشوي. مشوي؟ ده يا اخي كده هنعمله بصلصه، هنعمله بصلصه جوسي. يعني انت هتحط صلصه طماطم كمان؟ كل ده هتشوفي طاجن حلو قوي ان شاء الله. انا كده يعني تخيلت. تخيلت بقى. فهمت. لا ده هيعجبك قوي. عارف شاف في ناس بيعملوا الحمام طاجن. ويبقى برده بالصلصه وكده. انا نفسي مره اتعمل زي ما انا عملت البط. يعني زي ما انت بتعمل كده السمان ده دلوقتي هما بيعملوا الحمام. انا متخيله المنظر يطلع كالاتي ان شاء الله. لا يعني اللي احنا هنموت بعد شويه وهو طالع هيبقى هو عباره عن يخني كده كبير والصلصه وهو، وطبعا السمان اتهرى. فالناس بقت تاخد بقى ايه اللي ياكل بقى ياكل يطلع معاه حته سمانه حته يخني حته ايه. انا متخيله الطبق كده. طب احنا لقينا حاجة. بس فين الخلة؟ هنشوف. مش لاقي خلة؟ يعني انت لاقي انتوا مضطهدينه ليه؟ بدور على الخلة لقيت ولا لاقي جلافزات؟ ليه الجلافزات؟ استنى عشان انا عارفة مفاصلك. خلينا ننزل. مفاصل احنا واحد فيها. انا مش لاقي غير بصل وفحم. إيه؟ لا مش عايزين لا بصل ولا فحم. طب استنى هشوف لك حاجة تانية. خلاص بقى مش هتلاقي. قوم انت بس. مش لاقي غير بصل وتوم ومش لاقي حاجة تانية. طب مش مشكلة هالصدر. خلاص؟ بس خلاص؟ عايز حاجة تانية؟ لا شكرا. أكتر من كده؟ أدور لك في أي حتة تانية على الأرض؟ نعم فن. أدور لك في أي حتة تانية؟ لا ما تدورش خلاص، والله ما تعمل نفسك. ما أنت بتدور. والله أبدا. ها؟ ما تعملش نفسك يا أخي. أختي ده أنا نزلت على الأرض. خلاص لقيتهم يا خلاص لقيتهم. يعني أنت بعد ما نزلتني كل ده. معلش. حقك عليا. بص بقى يا ستي. ها. هنعمل كلوز. اعمل كلوز وخلصني. اعمل اي حاجه. كده. وروح كسرنا كده. طبعا احنا كنا ممكن نجيب حاجات اصغر من كده بس. معلش اللي موجود يا ست. ماشي. كده اهو. ليه بقى كده حضرتك؟ ليه بقى؟ عشان ما نفرخش. عشان ما يفتحش مننا. طب ثانية واحدة بقى. اتفضلي. هو انت هتشوحه على النار ولا هتحطه فرن على طول؟ لا لازم تطجن.
يعني نشمطه زي ما بيقولوا، يعني نشوحه في السمنه او في الزيت. فوكابلري. ايوه شموطه. شموطه ايه هو؟ نعمل له صدمه، نعمل له صدمه، نعمل له صدمه. ايوه شموطه. يورا السمان يشموطه. مش مصدقه. ثواني بقى لو سمحت، خلاص كفايه شيلي. هات اشيل بقى مطرحك بقى كده كل ده؟ ما انت هتشيل مطرحك، انا كنت انا عملت خلاص حاجة. خلاص كده بوظت كل حاجه. يا خرابي. لما دي وقعت اتكسرت امبارح لانها صغيره مش جايه على ماشي حبيبي. نصبين الحاجه بقى عندي هزعق لي تقول لي بوظت الحاجه وتعمل لي شغلانه والعده واللي مكتوب في العقد والمكتوب في القايمه وهم ايوه كده المهم هنا. انت عملت بقى حط له الحاجات هنا. بتعمل ايه بقى انت؟ زفرناها كده. زفرناها طماطم. طماطم ده زيت ماشي اهو. ها نصلي على النبي. اللهم صل وسلم يا محمد. هتعملها في الزيت. هات البتاعة دي انتوا مالكوا حاطينها كده في وشهم بس تتفرج كده. ايه رايك كده؟ 100 100 لغايه دلوقتي احنا حلوين. حلوين قوي. ماشي. ايه بقى هتعمل ايه تاني؟ هنقلب بس ايه؟ حركهم كده واحده. انا جهز لك براند؟ عندي هنا يا ست كل ال ال عندنا ايه ده؟ يا ده تختارهم فيهم. اختاري زي ما انت عايز. خليه الغويط. خلينا في الغويط عشان ناخد اليخن بتاعه. عشان لسه هنحط احنا جزر وهنحط بصل وهنحط كرفس وهنحط حاجه. روح قلبينا الرش التاني كده. الريحه يا سوسو. مين سوسو؟ معرفش بس هو جت في دماغي كده مش مشكله دلوقتي. ايه رايك كده؟ طبعا البهريز بتاعه وقع في الزيت اللي احنا عاملينه. نعم فندم. البهريز بتاعه وقع في الزيت. ما احنا بص بقى ركزي معايا. ما انا مركزه. ادي حبه بصل لو سمحت الفوطه بتاعتي. شكرا. تعال ادي لي كرفس. كرات. كرات. كرات ابيض. بس ده بصل كتير قوي لان هو يخني. بصل هو يخني. يخني بس هيعجبك ان شاء الله صدقني. انا متاكده. ده توم. الفاول بتاعتنا كلها يعني حطيناها في الورق لورو. تمام. وادي كمان كمون. كمون. ما اخد الجزر بقى. مكعب ورقه. وادي الجزر. عايز الطماطم اقطعها لك؟ لا الطماطم متقطعه ما تقلقش. ادي شويه طماطم مش كتير عشان هو يخني. ايوه. ولا هتحط عليه صلصه ولا حاجه؟ ولا حاجه. حطينا توم. حطينا توم. حطينا توم. ده منين؟ ده بتاع التوم بتاع الاكله الثانيه. اهم اهم. والله كتر خيرك. كويس كده؟ ادي ملح. ادي فلفل. ادي شويه مرق. ثواني. انا اول مره اعمل الطبق ده على فكره بس عاجبني. صح؟ شفت الجمال ده يعني كده؟ انا شايفه الناس كتيره جدا ده طبق جديد مختلف. نيجي بقى هنا حضرتك نشيل بقى كل ده. ممكن يكون هو عملها في سفره قبل كده بس هو هنا لا اول مره نعمله والله العظيم. وادي الحبهان بتاعنا. خلاص احنا حطينا كل ما حطيناش حبهان يا ست. هاتي دلوقتي كده. هنعمل ايه؟ هات العشان اللي بتقول بس من قدامك كده عشان اظبط لك ايه الدنيا. ده اليخن بتاع المستوي اللي انا كنت بحشيه. ده اللي احنا كنا بنحشي فيه. هتعمله ارضيه. وادي الباقي اهو. وهتعمل الارضيه بقى الباقي كده اهو. ماشي. لا جامد. هو ريحته بتقول انا بيغلي كده كنت انا عملت ايه؟ جايب البلانشه بتاعتي؟ انا بحس بالبرنامج ده ان انا كبرت مش عارفه ليه. شربيني. نعم يا فندم. ماما بتسلم عليك؟ وانا بسلم عليها وبتقول لك بكره
بلاش فضيحتي تبقى بجلاجل. انا لازم تبقى لازم انا قبل وانا جاي في السكه اصحى الحاجه. لا يعني لو هي ما دخلتش المطبخ لسه اصحيها. انا من امبارح بالليل ماما عماله بتقول لي طريقه الاكل الاساسيات بتاعه الخضار يتعمل ازاي. بتذاكر لك يعني؟ والله العظيم. لا ماما لو حطت ايديها خلي بالك. انا يعني فاضي. اي خضار هتعمليه في الدنيا هتجيبي بصل وهتجيبي توم. لا قالت لي التوم ده لايه؟ استنى نسيت والله العظيم. قالت لي التوم ده لايه؟ النبي ما انت نافعه. لا استنى والله العظيم. قالت لي التوم ده لما تبقي طبخه حاجه معينه. الضاني؟ لا. الباميه؟ لا. ملوخيه؟ برضه لا والله. والنبي ما انت نافعه. لا استنى. المهم هفتكر. لكن قالت لي بقى شفتي يا حاجه تعب الجاع الفاضي يا حاجه تقول لي ذاكر لي. ماما عندك امتحانات بكره. بتسلم عليك وبتقول لك اديني اماره. اديني اماره. لا ما تخلي ما تهركش. اديني ميعاد وقابلني وكفايه ابعاد وخصام. عايز اقابلك يا ظالمني. بتغني عليا؟ لا بغني على نفسي. بتغني عليا؟ انت فرحان فيا؟ فرحان والله العظيم. فرحان فيا بجد. انا بتحايل عليهم كلهم من والله العظيم. انا بتحايل من امبارح. هتعملوا ايه فيا؟ ما حدش عايز يقول لي. اروق بس الدنيا كده اهو. والله قالت لي التوم لايه لما عندك طبيخ ايه؟ ما بحركش. لا حول الله رب العالمين. عديني لو سمحتي. والله قالت لي نسيت. معلش هتفتكر. لكن هي قالت لي الاساسيات. اي خضار بنحط سمنه او زيت او بصل وبنجيب الطماطم وبنجيب ملح وفلفل ولو انا ويتخدعوا كده مع بعض وبعدين احط بقى اي خضار يتعمل بقى زي ما هو. خلاص. كده. سقفوا لها بقى. بتسقف يا ابني. ايه؟ انت في اساسيات الطبخ لو بتقول لو كيكه احطي لي بصل وتوم؟ هي بتقول كده. هي بتقول. طبعا هي اساسيات. اشمعنى؟ لا اله الا الله. طب ماشي. ما انا بقول لك في اوقات احط ما انا هحط بصل. انا بتكلم على التوب. انا مش فاكره بس هي كانت قالت لي عشان كنت ساعتها بفطر. انا مش فاضيه. مش فاكره. بتلغي. هي كانت قالت لي حط التوم لحاجات معينه. انا سايبك تفتكري. سايبك تفتكري. طب والله لا اكلمها. يا طب والله لا اكلمها. ما تقولهاش يا حاجه. والله العظيم لا اكلمها. والله لا اكلمها. هتشوف. وانا هكلمك بعد الفاصل. وانا عارفه انك بتتفرجي عليا علشان انا نسيت انت قلتي التوم في ايه. بس خليها عشان الفضيحه ما تبقاش بجلاجل اكتر من كده. ها يلا. لا انا عايزك تتخيلي كده. انا متخيله. انا ما عنديش اي مشكله في التخيل على فكره. لا عندي مشكله في حاسه التخيل ولا في حاسه الشم. واكيد اكيد اكيد في حاسه الاستطعام ما عنديش اي مشكله في الموضوع كده. يعني انا اكيد متاكده ان انا ما عنديش اي مشكله. ممكن بس استاذن بس كده. اتفضل حضرتك. استاذن زي ما انت عايز. صلصه حمرها بقى شويه. لا انت مبدع النهارده. مش قوي. لا يعني انا لا بجد مبدع. انا بطني يعني بتزيق دلوقتي من كتر الجوع. ما طبيعي. يعني انا بني ادمه يعني وواحد صايم. يا فاصل. فاصل عشان نفضل بقوانا العقليه. احنا هندخل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايديك. دخل الفرن السمان يخني السمان. احنا بقى هو دخل احنا نطلع. فاصل. اختراع كبير جدا اللي احنا عملناه ده ودخلناه الفرن السمان باليخني. الطلعه اللي جايه هتبقى عندنا كوسه محشيه فراخ وعليها جبنه موتزاريلا. وانا سالت الحاجه وقالت لي ان الحاجات اللي بتحط عليها توم هي الباميه صح؟ ملوخيه والسمك وبعض التحبيشات في بعض الاشياء زي مثلا الفته.
انا عن نفسي التوم بالنسبه لي كل حاجه في المطبخ. اه ما في، ما هو دي مدرسه ودي ما يعني ما لا يعني حلوين. هو الاوروبيين ما بيحبوش التوم كتير في الاكل ولا الكمون. احنا يا شرقيين معظم يعني اكلنا الشرقي كله توم. في اللي احنا حرفناه بقى الجديد كرفس الكرات مع التوم والبصل. انت كله. اللي عملت كرفس الكرات؟ اه ده لا انت برضو دخلت مدرسه آه. الكرفس والكرات دي؟ لا دي بتدي طعم غير طبيعي في الاكل، بشياكه حلوه، بطعم بتصدق نفس حلو. طب يعني تعمل حاجه يعني خضار احط عليه كرفس او اه وكرات اه حط الشرقي بالذات كله جميل. يعني انا هعمل باميه مثلا، فرم شويه بصل شويه كرات وشويه كرفس حطيهم مع البصلاوي وانت اه ما عنديش مشكله. مش لا 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 جميل جميل جميل. طيب النهارده كده حضرتك هنشوح الاول. استنى احنا دلوقتي هنعمل كوسه محشيه بالفراخ صح؟ المقادير احنا في كوسه وزي ما انتم شايفين كده الشيف عاملها بطريقه اهي. حضرتك لو عايزه ورينا ورينا وبصل وثوم كزبره خضراء وطماطم وصلصه طماطم وزعتر، واضح ان الزعتر معانا في كل اكلاتنا. حلو الزعتر اه وفراخ الاعشاب الاتريه كلها ما دام مفيده مفيده اه كده هنا مفروم أهو. وجبنه موتزاريلا وملح وفلفل اسود وزيت حبه من الزعتر فريش اهم اه وانا بتجنهم دول كده ماشي. مكعب مرق طبعا، مكعب في المرق برضو انت من الحاجات اللي بتحب انك تحبش بيها اكلك. ليه بقى؟ بتطعم اللقمه. حبه ملح صغيرين، حبه فلفل كده، دول بنقول بنعلوم صدمه كده عشان خاطر تبقى معايا فيها طعم، فيها ايه طعم. وبعدين اديها ماشي ناخد التليفون معانا. هنديها ايه؟ قلت المايه دايما تكون جنبي. رؤيا، يا رؤيا اهلا وسهلا بيك يا رؤيا. اه دي هوريها لحضرتك كده ازاي. رؤيا 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 الو انا معاكي مفيده، انا معاكي. اهلا يا رؤيا، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. طيبه يا روحي وانت طيبه. انا بحبك جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وانا كمان والله بحبك بجد. انا بحب لون شعرك قوي. ربنا يخليكي. دي باروكه. باروكه لا خالص على فكره. غيران بتضحك علينا. دي باروكه غيران 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 اه. لا لا مصر كلها عارفه ان انا دي مش باروكه والله، ده شعري اهو. انت زي القمر يا مفيده ده في كل حالاتك بجد، وفي اي الوان وفي اي حاجه. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. كل سنه وانت طيبين يا سيف. كل سنه طيب يا فندم. كل سنه اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. شايفه مدام مفيده بتعمل فيا يا فندم؟ يجيب ارديكي كده. انت مش محتاج تحط اي حاجات تدي نكهات، كفايه ان ايدك في الاكل. شايفه بدل الهري ارديكي كده يعني؟ كفايه ان ايدك في الاكل. شفتي؟ مش محتاج تحط اي يعني اي لمسه او اي كرفسه او اي حاجه، كفايه ان انت اللي بتعمل الاكل. اه طبعا وانا بساعده. هي الخير والبركه، خلي بالك. ربنا يخليك يا حبيبتي. عندك سؤال عايز تقوليه؟ انا بس كان عندي شاورما فراخ النهارده اه، وكنت عايز اعملها بالخضار، فممكن تقولي طريقه اعملها بيها؟ شاورما فراخ وعايز تعمليها بالخضار؟ اه ماشي حاضر. هقول له شاورمة فراخ وعايز تعملها بالخضار. يعني هي عملت الشاورما وعايزه تعملها بالخضار. اه هنجيب لها شويه خضار جوليان، فلفل جوليان، كوسه جوليان، جزر جوليان. شفت بقى انت عملتها ازاي؟ بصل جوليان، طماطم جوليان، شويه كرفس، شويه كرات، شويه زعتر وطماطم جوليان، كله كده جوليان عندنا. اوكي ده كله بنعمل ايه؟ بنجيب سمنه او زبده على النار، بنحط الاول البصل مع برده مكعب مرق وشويه زعتر وملح وفلفل، ونطقه، وبعدين ننزل بالخضار بتاعنا. هي اولا لا الشوربة عندها مش نيه ولا مستويه؟ هي عملت شوربة اكيد مستويه، يعني فايده من امبارح. اه ماشي حلو قوي كده. بناخد الخضار ده كله سوتيه في حبه زيت او زبده او سمنه. بعد كده بنقابله كله مع بعض، وبحط عليه الفراخ بتاعتي. الله عليكي يا صلاه النبي يا صلاه النبي. فرغت لك وسايا قاعده بترقص، امال عملت كله يعني هنعملها ايه بقى؟ نعمل ايه؟ نقلبها ديسكو؟ تضحك؟ بس انا هات المعلقه دي. اي شوف انت بتعملها بالمعلقه بتاعت الايس كريم، انا بعملها بمعلقه البيت والله. يعني انا شاطره والله، انا شاطره يعني اهو افتكست لأن حاجه. لان انت بتعملي واحده انا بعمل 80. انا ماشي بس انا اتصرفت. نعم. اتصرفت يعني ما عشتش في دور البنت النغنوخه اللي قلت لك اه ازاي. بس الاستك هتوصل، الاستك هتوصل. لا مش مشكله، الاستك عمري طول عمري بعرف الاستك من ورا ده من قدام. يا ما هنشوف. مش مصدقاه، مش مصدقاه، مش عايز. صدق براحتك. ما عندكش حس موضه. موضه 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 موضه. قول الو لريتال. ريتال ازيك يا شيف شربيني؟ مساء الخير يا ست الكل. كل سنه وانت طيب. وعودة الايام يا ستي، عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ بنعمه يا بنتي والله.
كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا ست الكل، اموريني. ما يهمش عليك ظالم، انا على فكرة بعمل النهاردة نفس الأكل اللي انت عملتها، بس انا عندي حمام مش سمان. الله، حلو طبعا. فحالا دلوقتي هعمل كل المواصفات اللي انت حضرتك عملتها. يخني برضو بالبصل وكله؟ اه. عجبك ها؟ انا حبيت الوصفة. آه وانا كمان. الله اكبر عليك يا بنتي، الله اكبر عليك يا حبيبتي. تسلم ايدك يا ست. تسلميلي يا ست الكل. ازيك يا مفيدة؟ ازيك يا حبيبتي، ازيك يا ريتال، عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة. طيبة حبيبتي وانت طيبة بالهنا والشفا. وتسلم ايدك، الكوسة تطلع من ايدك تحفة. شفتي الكوسة؟ الأربع كوسات طلعت. أنا لو عملت إيه؟ أنا لو عملت حتة تنتوفة أي حاجة، مصر بيجاملوكي، بنات زيك بيجاملوكي. لا تسلم ايدك حقيقي. بيجاملوكي يا بنتي. لا، عشان عارفين المعاناة اللي أنا داخلاها بكرة، فكل الستات بيشجعوني، مفيش ست في مصر مش هتشجعك. أنا هنسقفك عشان ماشي، أدي مالك. عشان عارفة أنا هقابلك بكرة، الوحش. وأدي فلفل. ميرسي يا ريتال، بشكرك. وأدي زعتر. أنت عملت حاجتين. أيوه. أنت دلوقتي الكوسة خلاص دي، أيوه أهي. تمام؟ يبقى ليها طعم ولها شخصيه. اه خلاص كده. والفراخ اللي احنا هنحشي بيها الكوسه عملت بيها برضو ايه؟ حطيت بصل. ايوه. وملح وفلفل وكل البهارات اللي عندنا. ايوه. وعمال بقى ايه؟ نفس الطاسه دي بقى هستخدمها تاني برضو كده زي ما هي، عشان تاخد تحط فيها ايه؟ اهي الصلصه بتاعتنا. هو احنا بنعملها على ثلاث اجزاء؟ اه عشان نعملها صلصه. اه لا استنى حضرتك، نعملها الثوم اللي عند حضرتك دي زي ما بنعمل الكشري كده. اه يبقى استنى، ادي حب الزيت اهو، ولما تكلفي نفسك. لا لا استنى، لا انت عزيز وغالي، انا اقدر برضو مساعده خير. الثوم وادي شويه بصل كمان، مش كتير بس هم دول يعني، عشان كل الاكل فيه بصل. هو البصل حلو يا جماعه والله العظيم في الاكل. ايوه مش ايوه حط حياتك يا سيدي، ما تزعلكش. هات حبه بصل كده، هات حبه بصل. احط طبعا البتاع، خلاص انا اتعلمت منك اهو. أيوة. الاساس احط اثنين ولا واحده؟ لا خلاص كفايه واحده. خلاص كفايه واحده. طيب هاتي لي بقى شويه طماطم اللي عندك فريش دول. ده صوص؟ لا فريش حضرتك. خلاص هاتي دي، خلاص خلي التنين اللي عندك، مش مشكله، مش هرجع الكلام ده. هو انا مش شايفه اصلا في طماطم فريش. خلاص ما هي دي فريش يا حبيبتي. انا دي بتاعتي، انت خدتها ليه؟ يا دي النينه النينه اهو، خلاص مش هاخدها. انا انت مش قلت لي انا اللي اعمل الصلصه؟ طيب يا ستي انا هو بقى بستلف منك حبه بس عشان الظروف. ايوه قولي استلف مش هاتي. اسكوزمي اسكوزمي. مسخره يا ربي، مش مصدقه نفسي. بس انا بقى مش هتضحك عليا زي المره اللي فاتت. استنى خالص. ايوه شفتي بقى ازاي؟ والثوم يتعملوا شويه. وانا بقى هاتي بقى شويه كزبره خضراء من عندك. خد كزبره خضراء وهدي حبه وانا ليا حبه. بس بعد ما تخلصي. ايوه ماشي. بس كده حلو قوي. ما تفضلش غير. يلا خدي الو بتاعك. الو مين معايا؟ الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مين الاسم؟ ازيك يا مدام فوفيده؟ ازيك يا قلبي، اخبارك ايه؟ مين معايا؟ وطي التلفزيون شويه. انا وطيته على الاخر. انا اولا كل سنه وحضرتك طيبه، والشيف شربيني كل سنه وهو طيب. كل سنه وانت طيب يا فندم، بعود الايام بعود الايام، وربنا يجعله رمضان سعيد عليكم يا رب، ودايما متالقين مع بعض كل سنه وبنستناكم. والله يخليك. والله احنا عارفينك، وبنبقى من اسعد البرنامج بالنسبه لقلوبنا كلنا بجد. والله العظيم لو تعرفي بقى فرحتنا بالكلمه دي ايه، ما هصدق انا ومفيده. اه والله بجد يعني بفرح بيها قوي قوي قوي. من اسعد البرامج ومن اجمل البرامج والمتشافه، وبصراحه لان انا بحب مفيده جدا جدا جدا، من احب الناس الى قلبي، ومن احب الناس الى قلبي الشيف شربيني جدا. الله يبارك فيك جدا، وكل سنه وانتم طيبين ودايما مع بعض كل سنه، وما نتحرمش منكم ابدا ولا من تنافسوا علينا على بيكم احنا ولا حاجه. بيكم والله يا فندم بيكم. ده انت تسلم ايدك، تسلم ايديك وتسلم رجليك وتسلم كل حاجه فيك. الله يبارك في سعادتك. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. ميرسي ليك يا ست الكل. انا كده اهو يعني ابتدى ياخد لون اصفر. ايوه. اغمق اكتر؟ اه. طب سيب عشان انا بشتغل. هو انا عشان بزعق كل سنه. انت بوظ لي وشي. مسكت الطاسه وجيت بوظت وشي. وانت وشك حاطه في الطاسه؟ لا جه عليه بصل. جه عليه بصل؟ اسم الله. اه يا مرارتي. مالها؟ فقعتيها. هتخليني اشتغل ايه بكره؟ ما تسمعش كلام حد. ولو. احنا اصحاب. ولو. ده انا هاكلك ايس كريم بعد الفطار. ولو. طيب هعمل لك كوبايه الشاي اللي بتحبها. خلاص ولو برضو. طيب يا شربيني، يوم السبت معادنا، هنعدي بكره. ماشي. بصي الناس ماشي. عارفه ان انت
كنت مستقصداني. ماشي ودي معروفة طلعي اي كده كده انت حرة. ماشي ماشي يعني انت مش هتقول لي بكرة في ايه؟ لا 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 خالص 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 روح هتعمل كنترول. ماشي انتوا مصدقين الجيم على فكرة هما بيتكلموا بجد. ماشي انا كأني بعمل ايه؟ تشويحة صلصة عادية عشان نحطها تحت ال 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 طب خلاص بقى انزل بقى الحاجات بتاعتي؟ اه لان الارضية احمرت خلاص. خلاص الارضية احمرت. ماشي انت قلت كأني بعمل الكشري يعني ما زي صلصة الكشري ما احطلوش خل؟ لا 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 خلي لا لا انا بقول لك يعني تقلية عادي يعني. تقلية خالص. طب انا عندي على فكرة ما تبص على الفرن كده نبك صواب عشان احنا نسيناه. حاضر قولي ايه رايك؟ ايه ده انت مروه انت جيتي امتى يا مروه؟ انا مش مصدقه. ايه رايك؟ تحفه. ايه رايك في الزغلله دي؟ تحفه. في سؤال فريق الاعداد المبجل والموقر طالبين ان انا اساله وانا مش عارفه اقولها لكم ازاي. عمركم قابلت مسحراتي؟ تن 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 عندكم مفيش. ايه اسال عمرك قابلت مسحراتي؟ تن ترارارن تن تن كنت بمشي وراه. كنت بتمشي وراه؟ والله. طب انا بالنسبه لي خدها شارع شارع حاره حاره احنا وراه بالظبط. كل الناس كلنا عملنا الحركه وهم يجروا ورانا عشان نيجي نسحر. مصر اتقسمت بجزئين في ايام في وقت المسحراتي ده. ناس كانوا يجروا وراه ويزفوه زي الشرشميني واصحابه. والله. وناس زينا كده كانوا يبصوا من البلكونه يلاقوه يسحر. قول يا فلانة تحت الكرسي على طول. بتخافوا منه؟ من كتر ما هو كان بيخوفنا. ايوه ما هم احنا اتقسمنا جزئين. انت الجزء الشجاع لا والله إيه؟ وبعدين ايه كل ما بصوا البلكونات قول قول يا شربيني وقول يا مفيده وروح رامنين له مثلا قرش ساغ قرشين ساغ فيقول لك بقى صحي صحي النوم يا شربيني. ايوه يا سلام بقى قولوا فرحانين قوي ان جاب اسمي كله بنقط فرح. بجد؟ والله العظيم والله. طب لا انا وبعدين بقى اخر رمضان يحاول بقى على البيوت بالطبله. يقول لك بقى كل سنه وانتم طيبين صح. ياخد تحت بسكويت وياخد العيديه. طب انا ما حطيتش ملح وفلفل هنا. حط حط يا باشا. انا حطيت ماجي بس بسيط ملح بس. حط بقى بسيط ملح. بسيط فلفل. ايوه اوكي. احط بقى كرفس قصدي حط شويه صغيرين. بسنت قابلت مسحراتي. طب خلينا نشوف عملت ايه. اكيد قابلت مسحراتي. بسنت الو فاكره لما قابلتي مسحراتي؟ ايوه طبعا فاكره. كان ايه احساسك يا بنت؟ في خليتي اقول اسمي واسم اخويا وكده. انت ما تنسيش. واديتي له فلوس؟ ايه واديتي له فلوس؟ اديته فلوس. طب وانت كنت عايزاه يقول اسمك ليه؟ كنت يعني كنت بتنبسطي لما هو يقول اسمك؟ كنت عايزه ايه؟ كنت عايزه تتشهري في المنطقه. الله يا شربيني الصينيه ترد الروح. اكلك النهارده يرد الروح. تحيلي يا ست الكل. استنى احنا لسه الصلصه. طب ما تفتح الصلصه. صلصه مين يا ست الكل؟ مش انا هنعمل صلصه؟ ما هنعمل صلصه طبعا. امال ايه؟ طيب حط كده ده. ها ونساه ونقفل عليه ولما يطلع بقى نرش عليه الصلصه بتاعتنا الجميله دي. يا صلاه النبي عليكي وعلى صلصتك العسل. شفت شفت مش عارف انا من غيرك كنت عملت ايه. انا نسيت احط ميه بس. معلش انا معاك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة. ايه الجمال ده؟ بس ايه رايك؟ فعلا انا من غيرك ولا حاجة طبعا. خلينا ناخد اي حد عشان ما نضربش. ايوه مين؟ قول يا مروة اسم مين؟ آية. ازيك يا آية؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا اهلا يا آية. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. لو سمحت انا عايزة اعرف طريقة الرقاق باللحمة بس بالرقاق اللي انا بعمله في البيت. هو في فرق يعني؟ انت بتعملي حضرتك رقاق طري ولا ناشف؟ لا طري. طيب بتعملي شوربه بشويه سمنه كده ولا بتعمليه ناشف؟ يعني من غير ما تبليه في الشوربه؟ لا بعمله في الشوربه. طيب بنجيب بقى الرقاق بتاعنا بنزفره بالزبده الصينيه وبنحط نقسم الكيلو او نص كيلو على اثنين بيبقوا 13 يعني 8 وحدات او 7 وحدات النص كيلو. اوكي. بنحط 4 تحت و4 فوق بس بنحط الحشو بالنص واحنا بنحط كل بين رق ورق حبه زبده بالفرشه كده او سمنه. بعد كده بعصج له اللحمه او بعمله بجبنه قريش او باي حاجه انت عايزاها.
في النص، وبعد كده بغطي، وقبل ما اغطي يعني كل ورقه رقاق بحطها في الشوربه اللي هي بالزبده. الشوربه بقى طعمها حلو بقى، اديها شويه ثوم، طماطمايه، شويه ورق لورو، حبهان، مكعب، المهم الشوربه ليها طعم. بغطسها وبغطي وش الصينيه، وفي الاخر بقصتها بعملها زي المروحه واديها من فوق شويه زبده وادخله الفرن. بياخد 10 دقايق بالظبط، بتهز الصينيه تلاقيها اتحركت من فوق ومن تحت، بتطلعيه بيبقى حكايه 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 حكايه. طيب احنا كمان هنجري على حكايتنا، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي نعمل لكم صينيه الكنافه، لان احنا وقتنا النهارده يا دوب على عيني على عيني على عيني، فنلحق نعمل الكنافه. يلا يا باشا احنا كده خلاص. بنرجع مره تانية، انا عندنا الوقت اخذ مننا وقتنا، بس احنا لسه عايزين نعمل الكنافه، والكنافه اللي احنا هنعملها النهارده الشيف هيعملها لنا. انت تم في الكنافه بالمكسرات صح؟ نعم يا فندم. كنافه بالمكسرات. ايوه يعني اللي انا عارفاه ان احنا بندلق الكنافه دي. بص بقى انا عايز اعمل حاجه حلوه. ايه بقى؟ شبه ده؟ اه خلاص ده طلع ده. ايه رايك بقى؟ طب ما اروح اعمل كده. طب ماشي احط اعمل ايه فانا في الكنافه؟ احط الكنافه هنا اهو وعليها سمنه وسكر بودره. يا تيجي تحط انت مكاني ده. انا احط تعالي انت هنا. ده؟ انا هظبط. يلا يا ست. يعني خليني في السيف سايد. ايوه بس يا لك في الفكره دي بقى. الفكره دي 100 100، برضو طريقه شيف تقديم، برضو اصل التقديم ده درس وفن وهندسه. طيب. وانت مهندس تقديمات. كده هنا حضرتك. بس ريحتها يعني هذه كنافة؟ انا اني اغرق. حبة سمنة والله العظيم ثلاثة اني اغرق. ادي سكر بودرة. انت ما بتحسش بأي حاجة في اللي انت يعني في اللي احنا فيه ده صح؟ زي ايه؟ يعني جعان، الريحة اللي تجنن، اللي انا بعملها، الاحساس ان انا بحاول اقنع نفسي. انت بتحط حبة شيبس بس انا لا الريحة ما انا لا اشوف انا باخد انا باخد ثواب، يعني اللي مسكتني ان انا باخد ثواب، لكن غير كده مفيش والله حاجة هتسكت اهلي صراحة. يعني صراحة الموضوع كله عبارة عن ايه رأيك بقى؟ غير طبيعية. السلام على ايدك اللي زعها شويه 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 كده. حاضر. عارفه الطاجن ده تحط قدام مننا كده، مش عايزين اي حاجه جنبنا ولا لا مش عايزين اي حاجه ولا عيش ولا حد معانا. لا لا حد جنبنا ولا حد معانا. بس الله اكبر، ايدك زي العسل، بتحط الحاجه إيه؟ تحط ايدك في الحاجه تحلو. النبي جميل. ضحك بكره بالهبل. انا جالي تهديد على الهواء، خلي بالكم في الفاصل جالي تهديد في التليفون عشان اسرب لها الامتحان بتاع بكره. قالوا احنا مستنيك قدام باب بطل. والله العظيم تيتا انا بس عايز اقول لكم على حاجه، انا عندي رجالتي هنا في المطبخ بتاعي، في رجالتي يا عمر، في رجالتي جاي لي دلوقتي يقول لي انا بيقول لي ما حدش راضي يسرب لي المنيو بتاع بكره، فمش مصدقه نفسي. يعني حتى الموضوع عويص عليا في مطبخي في رجالتي. لا لا انا ما باخدش. يا سوسه اللي في الاير بيس ماشي ماشي. بتهجالي تهديد واتصالات ولا تبرق عندي. انا هطلع بالبابا اللي ورا. بابا اللي ورا. شوف زيح دي بقى، زيح دي اهي بزيحها. زيحها زيح العيا مر. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. حتى انا بقى اعمل العصير ده كمان بالمره. يلا حطوه بقى في الخلاط مع بعض. احط كله في الخلاط. ايوه ماشي. هو فين الخلاط؟ ده لازم اطلع الخلاط واعمل فين يا ابني الخلاط يا ابني؟ اهو مش ورا ده، مش بتاع ده. الاكسسوار عندي كان نايم خالص يا مدام. ما انت لو انتوا سربتوا لنا هتعملوا ايه بكره؟ انا ممكن اقول لهم تعالوا اشتغلوا. الاكسسوار عندك ضايع. ما هو انا العيال بتوعي ما بيشتغلوش. عمالين اصلب فيه ما فيش فايده. لازم يجي ياخد كورس عندي. ياخد كورس اكسبوجا عندنا. ما هو ايوه انتوا عندكم عشان في سفره الدنيا مطحنه وشغل كامل، لكن لا احنا عندنا الغلطه بفوره. لا احنا هنا بنعمل حاجات سما. ايوه سلمون بيتزا ما شاء الله. ما عندناش ال 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 الهارد وورك. الهارد وورك والمطحنه اللي انتوا شغالين فيها كل يوم. لا احنا مختلفين. طب الستات ما يعرفوش يكذبوا. طب احنا رايقين طول الوقت. فاني. طبعا بناكل حاجات هيلثي.
نادرا ما نعمل محشي، ده حاجه مفتقداها طبعا انا، لكن سهير ومنى ما عندهمش مشكله ياكلوا كل يوم بس محشي. بقى حضرتك كده هنا الحشو بتاعي بقى هنا اهو، بحط الكريمه الكدابه دي، هي مش كدابه ولا حاجه. الكريمه الكدابه دي دي عباره عن لبن. انت حشيتها مكسرات ولا لسه؟ دي لبن ونشا وسكر اهو، لبن ونشا وسكر زي الكريمه يعني. اه فكره حلوه برضو، لبن ونشا وسكر. دي قالها ايه؟ القشطه الكدابه. اه انا عايزه سكر، موجود سكر كده. بحاولش اخلي الحروف دي تطلع بره على ايه، على حته الصينيه عشان ما تلزقش مني. بعد كده ادي المكسرات بتاعتي اهو. صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي. خلاص كده وتدخلها؟ اهي. انا ادلو بقى، انا ادلو الكركديه. ايوه انزلي وزوديهم شوية مية وتلج، شوية مية ساقعة بقى. شوية مية يا شباب. عندك المية؟ كرف وراك اهو. ايوه ده. مش دي. انا اجيب مية، عايزة مية يا شباب، مية. شفتي يا ست الكل بقى كده؟ طب هما يجيبوا لي مية، ممكن احط سكر؟ مش دي، مش هي دي مطرحها بتاع. ادوني ازازه ميه. مش ده سكر؟ ده سكر، مش ده سكر؟ اه سكر. حلو طبعا. لا انا كنت خفت بس انا مش عارف السكر بالملح. لا لا عارفه بس قلت عشان ما اتلخبطش. شايفاكم متهرجوا واخدينها كيوت. ها ماشي مستحلفين لي صح يا مروه؟ شايفه ولا 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 طبعا. انا مروه انت هتبقي موجوده من صحيت ربنا، احنا كلنا هنبقى فريقين في اليوم ده. مفيش في تاني. طب والله مش محتاج ميه، انا عملته اهو. هو هيبقى تقيل شويه بس مش مشكله، ممكن عبال ما كنت استريت مركز. اه بس استنى هستناهم لما يجيبوا لي ميه. ماشي. اه الميه جت اهي، الميه ساقعه، ساقعه نجيب ميه ساقعه. يلا ادوني هنا. ده سلامانده شغاله؟ ايه؟ لا ولا حاجه. ما احنا شغالين بس على قدنا، ما تقعدش بقى تنشننا. ده انتوا قدكوا ايه؟ ايه على قدكوا ايه بس؟ ايوه والله حرام عليكم اللي انتوا بتعملوا فيا. بس يا عم عماله بنزل ميه. استنى غرقت الدنيا انا. اهو حبة مية دول كفاية كده؟ فلة فلة. مية مية. فين يا ابني بقية الكاسات؟ اهم 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 الاثنين اهم. اتفضلي. ايه ده انت عملت ايه؟ انا ما جيتش ما عملتش حاجة. اه انت حطيت الصلصة. أهي. الاول وبعدين تقوم بقى حاطط عليه. اهي يا باشا اهي. بس احنا معلش احنا انت عايز الجبنه كانت تسيح اكتر من كده شويه. معلش انت حرين في فرنكوا بقى. ما يا شيف يا عم مش هتفرق، هي كله مستوي عندنا ما تلاقيش يعني. ما بالظبط يعني انا ما عنديش حاجه عطلان عليا، بس انتوا الفرن بتاعكوا عايز ايه؟ عايز ايه؟ يتضرب بالنار. يبقى جيب لنا فرن تاني جديد. جزاك الله خيرا. حاضر. انا عملت العصير على فكره، ساعدتك في العصير. هشيل بقى انا الحاجات دي وهجيب انا الكنافه، ولا انت هتقطع لنا الكنافه؟ اه طبعا هجيب لك الكنافه يا ست الكل. حاضر. وريني بقى انت بتقدمها ازاي. طب ما هو ساحت اهي يا شيف. معلش بس انا كنت عايزها. انت كنت عايزها قوي يعني؟ لون ذهبي. ما هي واخده لون ذهبي. ماشي زي بعض. هي كويس انها استوت يعني. لا بس انا عايز السؤال بقى، الطريقه التقديمه دي كمان حلوه وجديده. ايه رايك حضرتك؟ حطيت الصلصه الاول في الطبق. ايوه. وبعدين رحت حاطط الكوسه. فكره حلوه يا جماعه. النهارده الاكل، هو احنا كل يوم بنقول الكلمه دي حقيقي بس يعني ربنا يكتب بخاطرك يا شيخ. بس هو احنا كل يوم بنقول الاكل جامد، بس الاكل النهارده فعلا جامد. ربنا يسترها معاكي ويكبر بخاطرك. لا والله يعني افكار حلوه واختراعات حلوه على فكرة. أصل الأكل ده نعمة والله. يعني إيه بركة من البركة من عند الله. سيبك أنت ولا منظرة
ولا فابريكا ولا الكلام من ده، هو كله ده من عند الله مش اكتر من كده. والله بس حلو يا شيخ، انا عجبني جدا طريقه التقديمه دي، عجبني جدا، بالذات بقى لما يبقى عندنا عزومات مش شرط نحطها كلها على الارض. اه كده كده حلو قوي زي الفل كده. تسلم ايديك. يلا صلصه تحتها اهي والكوسه وطريقه جديده في التقديم. وبصوا المنظر ده كلها ندخلها الفرن بالمره. يلا ايه؟ وطلع لنا اللي عندنا، احنا عاملين واحده زياده عشان وقتنا كده، يبقى احنا بنخلص الاكل عشان نلحق نجري لحسن، دول هم هيصوتوا دلوقتي. انا عايز بس اوري حضرتك حاجه عشان يبقى في امانه في الشغل. خد السكينه. السكينه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى؟ اصل انا واحد في الكنترول دلوقتي بيقول ايه؟ الصينيه اللي معموله دي من غير كريمه ومن غير حشو. ليه؟ هو اللي بيقول كده بقى، انا مش دعوه، انت اللي مسلطان بيقولوا كده. اهي يا عم اهي. تسلم ايديك اهي. وايه؟ ملبن. اه. تاخد دول كمان معاهم؟ هات هات هات. هات. هات احنا خسرانين حاجة؟ يلا. احنا الأكل عندنا جامد جدا. على فكرة الأكل النهاردة بجد ما أعتقدش إن هو مكلف جدا، هي الفكرة في إن احنا قدمناه بطريقة مختلفة، يعني احنا النهاردة لا مفيش تكلفة. عملنا كوسة. حشينا كوسه بس حشيناها فراخ ودي موجوده، ضربناها في الخلاط عملناها يعني زي عجينه، وحطينا جبنه موتزاريلا وحطينا مجموعه من البهارات والطماطم وكده، بقت عملنا طبق جديد. السمان عملناه بالبصل ودخلناه الفرن وكل الخضار، الكنافه في كل بيت، والعصير بتاعنا النهارده عباره عن ايه؟ فراوله، حبه كركديه موجودين عندنا وعملناهم. كل سنه وانتم طيبين. الف هنا وشفا لكل اللي بيتفرج علينا. الاكل جامد جدا جدا جدا. لا هو انا باخد وقتي في الختام لان ببقى في اللوكيشن اللي انا واقفه فيه ده، المنظر يعني عارف انت اللي هو ايه؟ قلبي رايح، قلبي 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 مش مطاوعني، قلبي بيقول لي كلام وعينيا بتقول لي كلام تاني خالص، وبقي لازم يختم حالا. فهو بس المشكله قبل ما افطر بقول لكم باي باي وهشام شربيني جيف مي فايف. ديك الصحه ان شاء الله.